الصور اللي هنشتغل عليها شباب في درس النهاردة بإذن الله طبعا حملتها منين؟ حملتها من شاترستوك وآي ستوك وجوجل كالعادة. طيب أول حاجة هعملها هفتح الفوتوشوب، هروح لفايل وبعد كده نيو، وهعمل المقاس بتاع المرة دي مثلا 2000 × 1600 ريزوليوشن 200، ده عشان أنا عايز الديزاين يكون معايا عرضي سيكا بالشكل ده. فهروح للصور تمام، وركزوا معايا بقى عشان الموضوع محتاج شويه تركيز لان الديزاين ده فيه شويه شغل حلوين جدا. اول صوره معايا هاخدها هي شكل القطه اللي بالشكل ده، ممكن احذف الصوره على طول بالطريقه دي او بالماجيك براحتكم. تمام، اعمل نيو لير وهمسك الاثنين اعملهم كونفرت. اهو يا شباب، هروح للصور التانية هاخد الشكل ده. طبعا الديزاين بتاعنا بيقول ان المفروض ان الدليفري ده والقطة دي مشيت بطريق غلط، فانا كنت عايز حد يكون شكله او صورة القطة تكون شكلها خايف شوية او مصدوم يعني، فاخترت الصورة دي. تمام، ركزوا معايا بقى، خلينا الاول نجيب كمان السكوتر هو ده بالماجيك على طول كده، احذف الباك جراوند واعمل كونفرت عشان خاطر ما يبقاش بيبكسل مني. بس هو دخل هنا السكوتر اهو من عند السلكت كده من فوق، فانا ممكن بس امسك الحته دي اقصها بين تول لوحدها، او عندي طريقه تانية ممكن اعمل كوبي من نفس اللير وبعد كده كنترول ال تمام، وهبدأ أغنق بالشكل ده، وهجيب السلكت هدوس كليك كده وهبدأ أحذف من اللير الأولى ومن اللير التانية، وبعد كده هشيل اللير اللي فوق خالص. أنا بس بغمق له إيه الحاجة نفسها عشان إيه السلكت ما يدخلش جواها يعني. طيب خليني أشيل اللير بتاعت الوش بتاعت القطة دي. تمام، أعمل كونفرت زي الفل. طيب خليني بقى ابدا اظبط جسمها مع اللهم صل على سيدنا محمد مع السكوتر. زي الفل. طيب هقفل السكوتر وركزوا معايا في الخطوه دي، انا هحاول اقص الايد لوحدها اهو اهو. تمام، يعني هي كمان المفروض ان هي ايه المفروض ان ده كل ده دراعها يعني. تمام، وركزوا معايا انا هعمل ايه، هعمل خلاص السلكت اهو وهدوس كليك يمين كده بعد ما اعمل راسترايز، وهخلي اللير بتاعت الايد او ايديها دي في اللير لوحدها بالشكل ده. طب ليه؟ عشان انا لو بينت السكوتر كده عايز اخلي بس الايد دي هي اللي تبقى فوق السكوتر بالشكل ده. وطبعا هبدا امسك القطه كده الاثنين، بس خلينا نرجع ونعمل كونفرت لكل لير فيهم على اساس ان هما ما يبكسروش مني لو صغرت او كبرت او كده يعني. تمام، طبعا في حاجات هنا هتحس ان هي بايظه شويه بس مش مشكله. طيب انا هخفي اللير بتاعه الايد. تمام، وممكن يعني بالاداه اللي هي دي هاخد يعني هدوس الت وهاخد كوبي كده من الجسم نفسه اهو، ادي كليك عشان بس الدايره تبان معايا، وممكن كمان يعني ارسم عشان هو ما يخرج ليش بره الجسم على الحته اللي انا عايز اعمل عليها الشغل. وهجيب الاداه هاخد الت من الجسم وابدا ادي كليك كده يغطي لي الكلام ده على اساس ان انا لما ابين الدراع او ايديها الدنيا معايا تبقى ايه تبقى براحتي يعني. وهقول لكم دلوقتي ازاي هنعالج المشكله دي، بس خلينا نرجع في السلكت من على الجنب، هاخد من نفس اللون ده اهو عشان بس الدراع ما يبقاش ايه ما يبقاش بعيد شويه. تمام،
طيب خليني ارجع كده وهاجي عند الصورة بتاعت الوش، نخافين اللير بتاعها برضو اهو. تمام ركزوا بقى، يعني انا هحاول اخلي الدماغ قد الدماغ بالظبط. طبعا لو انا مش عارف او مش ظابطه معايا هقلل الاوباسيتي بتاعت الدماغ اللي هي فوق وهبدا اظبط، وبعد كده هبدا اظهرها تاني، بس حاسس ان هي كبيره فاحنا هنطلعها. وخلينا نمسح الدماغ بتاعت القطه اللي ورا خلاص مش عايزينها. تمام، وممكن اجيب الاستيكه وهقلل الفلو وابدا امسح جسمها كده بالشكل ده. طبعا لو في حاجات ظهرت من على اليمين كنترول تي واجيب الورب وابدا ايه اعدلها بالشكل اللي انتم شايفينه ده. طبعا الدراع لسه محتاج يتظبط، فانا ممكن الاستيكه وهمسح بالراحه على قد ما اقدر يعني. تمام، طيب انا متهيألي ان احنا محتاجين نطول الدراع شوية، فانا ممكن كنترول تي والورب وابدأ ايه احاول اخلي الدراع ده يكون لي ظبطة. تمام، والزيادات اللي هنا ابدأ امسحها بالراحة يعني، بالراحة عشان ما تخشش جوه يعني. اهو برضو ورب يا جماعة. تمام، وهنيجي عند السكوتر، انا هقص بس الجزء بتاع جزء ان ده الدبرياش يعني بتاع السكوتر وكده اهو، هاخد منه كوبي وهطلعه فوق خالص على اساس ان هو يكون فوق ايديها يعني. وممكن نيجي عند الدراع كمان بالشكل ده، نروح عند الفلتر ده ونحاول نطول شوية الدراع اهو على اساس ان هو ما يبقاش قصير يعني. بعد كده ندوس اوكي. طبعا لو انت شايف ان في شكل بدأ ما يبقاش يظبط برضو بالاستيكة وارجع ايه نعم كده يعني، خد وقتك في الحتة دي لحد ان شاء الله ما ايه ما تظبط معي. انا حاسس ان هي محتاجة محتاج يكون لبره شوية. تمام، فاحنا ممكن نعمل كوبي 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 لحد ما يتقل كده، وبعد كده نمرج كل الكلام ده اهو. طبعا بعد الشغل اللي هنعمله لو في اي اخطاء انت شايفها دلوقتي حاليا هتبدأ ايه تختفي معانا ان شاء الله، مع ان انا شايف ان هي كده يعني زي الفل. طيب خليني امسك بقى الليارات كلها من عدا اللير بتاع السكوتر وكمان اللير بتاع الدبرياش ده وابدا ايه اهو اظبطها. تمام، وهاجي عند اللير بتاعه الرجل اللي تحت دي احذفها، لو انت عايز تخليها خليها مفيش مشكله زي الفل جدا. طيب هكبر شويه حاجة. تمام، وهروح للصور. الصورة اللي معايا بعد كده هي صورة الباك جراوند اللي ورا، ابدأ اهو. تمام، احنا في الاخر هنعكس كل الكلام ده. تمام، بس يعني خلينا دلوقتي او ممكن نعكس برضو. ما زلت حاسس ان اللير بتاعت الدراع. طيب هعالجها ازاي يعني؟ خلينا اشوف لها طريقه تانية، لان احنا انا حاسس ان هي محتاجه تطلع تبرز شويه من على اليمين. فانا هعمل ميرج كل الكلام ده. تمام، وهروح لنفس الفلتر اللي احنا طولنا منه الدراع وهكبر اهو. تمام، وممكن اهو شايفين ابدا ايه اهو يعني اظبط فيها كده لحد ما 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 ايه ما اعالج المشكله دي. يعني انا حاسس ان هي كده كويسه ولا الاول؟ انا حاسس ان الاول والله كانت احسن.
طيب خلاص خلينا زي ما احنا. تمام، وبالراحة كده بالاستيك همسح ايه اللي دخل جوه ده. كده كده زي الفل ان شاء الله، كده زي الفل. طيب خلينا اشيل الدراع ده الاول خالص بقى عشان انا زهقت منه، خلي بالك وانا حاسس ان في هنا قطع اهو موجود في الجنب ده. طب القطع ده ممكن يتعالج ازاي؟ انا هروح عند الجسم وبرضه هروح لنفس الفلتر. الفلتر ده يا جماعة هو يعني بيشد لك، شايف بيشد لك الحاجات اللي انت حابب ان انت تنقل مكانها. فانا اهو هصغر السايز، لا ما يكونش كبير كده مثلا، وهبدأ اشد كده وهدوس اوكي نشوف بس احنا عملنا ايه. كده 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 تمام، كده ظبطت اهي. نحاول بقى نعمل يعني حاجه اخيره. انا همسك الدراع ده وهروح لنفس الفلتر. معلش انا اصلا بحب اهتم بالتفاصيل شويه يعني، فسامحوني لو ايه لو انتوا حاسين ان الحته دي فيها شويه ملل سيك يعني، بس والله ان شاء الله النتيجه في الاخر تعجبكم. كده كده زي الفل، كده فل الفل كمان. طيب زي الفل، خلينا بقى نروح للصور، ناخد الصوره دي وهمسك الماجيك، هشيل الابيض. اهو اهو تمام، وركز معايا في الجزء ده. انا هاخد الشكل اللي هو المفروض يبقى تحت دقنها ده، اهو هعمله في اللاير لوحده تمام اهو بالشكل ده، وخليني هعمل كونفرتل ده وكونفرتل ده، وهمسك الاثنين واروح بيهم على الصوره بتاعه القط. طيب اللاير دي همسكها في الاول كده هصغرها تمام. ركز معايا عشان ادخلها جوه دماغها هعمل ايه. انا همسك البين تول وهقص، شايفين القفا الجزء اللي هو اللي بيغطي على القفا ده، ده هو اللي هيتقص. فانا هعمل كده واحاول كمان اقلل من الاجزاء دي عشان ما ياكلش من وشها قوي يعني تمام. وخليني كمان نفس الخطوه من هنا كده اهو. طبعا هيقول لي لا، فانا هعمل راسترايز بعد كده هعمل ديليت هيتمسح معايا. شايفين الجزء ده حاسس ان هو ايه مغطى على وشها، فانا هبدا ايه اقله يعني خليته قليل، ولو هنا برضو يبقى فل. طيب الحته دي كمان محتاجه تتقص شويه وهرجع اعمل كونفرت. طبعا ابدا امسكها وظبطها على وشها زي ما انت شايف ان هي كده تبقى تمام. طيب انا شايف ان هي كده كويسة، والجزء ده زي ما هو هيكون قدام كده معمول له كونفرت خلاص. ابدا اصغره اهو، اقرب وبالاستيكة بالراحة هبدا امسح اواخر الخط، بس خليني اقلل الاوبست شويه يدمج بس حاجات بسيطه. خليني اعلل الاوبست شويه هنا كمان، بعد كده رور عادي وابدا اشده كوبي منه عشان يتقل كده في الحته دي بس يعني كده زي الفل. طيب خليني اجي عند راس القطه من هنا، هعمل نيو لير وكنترول الت جي، وهمسك البروش خفيفه هخلي اللون يكون اسود، هخلي الفلو يكون قليل، وهبدا شايفين انا هدوس منين على اساس ان الشادو بتاع الهلمت سكوتر اللي هي لابسه ده يبقى كانه عامل شادو عليها كده من اواخر الدماغ يعني. معلش يا شباب انا بشرح الدرس ده وانا تعبان جدا والله، فاستحملوني بقى. وكمان ممكن اعمل شادو من هنا كده
عشان خاطر الجزء ده. طيب الجزء بتاع القطة ده والدراع كمان انا حاسس ان هم محتاجين يكونوا اصفر سنة بسيطة على اساس انه مش مع نفس الراس. فانا هاجي عند الجسم وهجيب الساتوريشن وكنترول الت جي وهدوس على العلامة دي كده خليها علامة صح وهبدأ اهو كده تمام جدا شايفين. وفي نفس بنفس الساتوريشن هاخد منه كوبي تمام وهشوف اللير بتاعت الدراع موجودة فين. هي موجودة فين اهي وهاخد الساتوريشن ان انا عملت كوبي كده بالشكل ده وكنترول الت جي عشان يدخلوا له جوه الدراع لان الدراع في لير لوحدها بس كده. يبقى انا كده نفس اللون ان شاء الله. هنيجي للخطوة اللي بعد كده وهي الشكل بتاع البروست ده. خليني اعمل نفس الخطوة هعمل كوبي من نفس اللير وكنترول ال وهحاول اغمق كده بس اعتقد ان هو هيخش في السلكت برضو لان العلبة ابيض زيادة عن اللزوم. فانا هبتدي اقص بين تول مفيش اي مشكلة خالص على الاقل الجزء ده. وبعد كده ديليت ديليت وهاجي بقى عند اللير اللي فوق هبدأ ادوس سيلكت اهو بدأ السيلكت على ايه الابيض من غير ما يدخل جوه العلب وهشيل اللير الاولى اعمل كونفرت تمام وخليني اخدها على دراع القطة بالشكل ده واحنا لو عكسناها يجرى حاجة. لا خليها زي ما هي افضل تمام. طيب انا عايز الحتة اللي ورا دي تبقى من ورا القطة نفسها فانا ممكن اجيب الاستيكة على طول وامسح كده خليني اعلي الفلو طبعا عشان مش هشوف وعشان ما اقصش هروح مقلل الاوبستي بتاعتها وممكن اقص امشي على القص بتاع القطه بالظبط يعني اهو واروح اعمل سيلكت واحذف وبعد كده هعلي الاوبستي الاقيها ظبطت معايا بالشكل ده. طيب خليني كمان اقص الجزء بتاع العلبه فقط يعني انا هقص العلبه اهو عشان هنغير لونها. طيب خليني اظبطها من هنا وارجع امشي كده وانزل كده واظبطها من هنا او خليني من هنا سريعا انا كده بقص سريعا تمام اهو اروح واخد كده وهقص كمان الحتة البيضة دي لوحدها اهو كنترول انتر وبعد كده كنترول جي عشان اخد كوبي من العلبة وبعد كده هجيب الساتوريشن كنترول الت جي وهعلم هنا هيبدأ شكلها يتغير هقلل اللايتس شوية هعلي الساتوريشن هبدأ اغير في لون العلبة. انا مثلا عايز اخلي لونها يكون واخد الاصفر شوية وممكن النورمال دي نخليها مثلا مش يعني دي كويس كده زي الفل قوي. هعملهم ميرج مع بعض تمام وهعمل نيو لير كنترول الت جي البرش السوداء الفلو هقلله وهدي شادو في الحتة دي على اساس ايه ان القطة مغطية عليها يعني نيو لير تانية كنترول الت جي تاني بس بدل الاسود هيكون ابيض وهدي ابيض هنا كده الجزء بتاع الكرتونة على اساس ان هو ينور معايا بالشكل ده زي الفل زي الفل. هو احنا لو غيرنا لون السكوتر ده يجرى حاجة؟ صدقوا انا مغيرتوش وانا شغال على الدرس يعني بس لا هو الاحمر اعتقد ان هو شكله لذيذ يعني. طيب انا همسك الارضية كنترول تي هجيب الورد وهبدأ
يعني الطريق ده هبدأ أظبطه شوية. أعتقد كويس. همسك الليارات كلها من عدد الطريق وهبدأ أعكس، يعني أميل، قصدي أنا آسف، أميل القطة دي شوية. هو احنا لو عكسنا الطريق ده هيجرى حاجة؟ اه هيجرى حاجة طبعا، دي كده مش جاية من الطريق، دي كده جاية من الناحية التانية. طيب خلينا نمسك القطة كلها بالحاجات دي كلها كده. لا اعتقد هي كده شكلها لذيذ، يعني هي كده فل الفل يعني. يعني انا مش عاي... يعني انا مش حاسسها كده، حاسس ان هي محتاجة تتظبط شوية. خلينا نشوف لها ظبطة. طيب القطة تبقى زي ما هي، الطريق هو اللي ممكن ايه نحاول نشوف له حاجة يعني. لا 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 خلينا زي ما كنا، انا شايف ان هي كده ممتازة. طيب خلينا، واحنا لو كبرنا المقاس ده وعرضناه شوية من هنا كده يجرى حاجة؟ والله ما يجرى حاجة. هطول المقاس ده شوية بالشكل ده. تمام كده اظن الصور ما فيهاش غير اخر صورتين، يعني انا هاخد الشكل ده هحاول بس اخليه يكون طاير، اكنه طاير من العلبة. طبعا اللون بتاعه مختلف شوية، فهدوس كنترول يو اقلل ساتوريشن بتاعته شوية، لايت كمان شوية، واحاول اخلي لون يكون رايح على البرتقالي شوية. تمام. واحدة كمان ممكن. زي الفل زي الفل. طيب اللايت الشادو بقى، نعمل شادو. خليني امسك الليارات كلها وهدوس الت وهسحب كده عشان ياخد لي كوبي، كنترول ايه عشان اعمل ميري، وبعد كده هميل الايه الليارات اللير بتاعت القطة كلها بالشكل ده، وانا كده دايس كنترول وببدأ ايه اشد الحاجات دي يعني، وبعد كده كنترول يو واخلي لونها يكون اسود. طبعا المفروض ان اللايت جاية خليني ارسمها لكم زي كل مرة. المفروض ان اللايت بتاعتي جاية من هنا، تبقى عاملة الانعكاس كله تمام في الاجزاء دي، والشادو كله يبقى رايح في الاجزاء دي. طبعا ما ينفعش اللايت تبقى هنا وتخلي لي الشادو برضه من هنا، ما ينفعش، عشان برضه تبقى ايه تبقى فاهم الجزئية دي. تمام اهو، وبعد كده هروح للبلور. تمام وبعد كده هقلب الاوبسيتي شويه بالشكل ده زي الفل. طيب انا همسك الجزء بتاع السكوتر، هدوس هكريت نيو لير جديده، وبعد كده هجيب البروش السوداء وهحاول اغمق اول السكوتر من هنا شويه، يعني شويه مش كتير. تمام وممكن نيو لير فوق خالص وهعمل اسود كده على اساس ان هي ايه ماشيه بقى في الطريق غلط او هتدخل في حته يعني مش تمام. اللي انا بقوله ده اسف والله ما اقصد. فكده زي الفل. طيب خلينا نحط اللي هي دي. تمام هشيل منها الابيض على طول كده. بعمل ايه؟ ايه اللي انا بعمله؟ اشدها كده على طول. والله انا بصور الدرس يا جماعه، وانا عندي كميه دوخان فظيعه يعني. فهو اعمل لها الحديده بتاعتها على طول
اجيب يعني هي اللون الاسود زي ما هي انزلها تحتها بس ونيو لير كنترول الت جي وهجيب البرش اللون الاسود بس هخليه يكون رايح للابيض شويه وهدي اعلي بس الفلو هدي كليك هنا كده يعمل لي ايه الشكل ده وهعمل ميرج الاثنين مع بعض اظبط كده اخليها في النص تمام وهقص الحديده بتاعتها بالشكل ده شويه وبعد كده كوبي منها كنترول تي انا ما مرجتش انا اسف الاثنين دول المفروض امرجهم اهو كوبي كنترول تي وهشدها كده عشان اعمل لها شادو هو يعني جايز ما يبانش قوي بس مش مشكله يعني حاول انت ايه تهتم بالتفاصيل بقى وفي الاخر ايه مش مشكله اهو وهمسح بالراحه الجزء اللي تقل مني ده شويه زي الفل. خلينا نرجع للصور كده اظن الحمد لله مفيش اي حاجه. طيب نيجي بقى يا صديقي للالوان والكلر مود والتون والكلام ده. انا هقف عند اول لير فوق خالص وهروح جايب كده الكلر لوك اب وهنيجي عند النايت دي تمام وهختار النورمال هيخليها تبقى اخر واحده وبعد كده الاوبسيتي هخليها مثلا كده تمام تمام اروح عامل كلر لوك اب تانيه ونشوف مثلا الابيض الاصفر ده نخليه مثلا سوفت لايت ونقلل الاوبستي شويه تمام تمام بعد كده هعمل ساتوريشن وهبدا اخلي اللون يبقى رايح بالشكل ده شويه تمام هعمل كلر بالانس ونبدا نحمر كده الدنيا دي شويه او نخلي الشكل يبقى واخد الشكل ده اكتر يعني بس انا حاسس ان هي اسودت شويه فممكن ايه نفتحها او الكلر لوك اب نقلل الاوبستي بتاعتها تمام تمام. طيب خليني بقى اطلع فوق خالص او خليني تحت الكلارات دي كلها واعمل نيو لير هجيب البرش اللون العسلي وهدي هنا كليك وبعد كده السكرين شايفين عمل معايا ايه تمام تمام. طيب هاجي همسك البين تول وهعمل شكل الكشاف سريعا يعني بالشكل بده تمام وهاخد كوبي من الباك جراوند وهطلع بيها فوق خالص لحد قبل الكلر لوك اب بالشكل ده وهروح للفلتر بلور وهعمل بلور بالشكل ده تمام بعد كده هقلل الاوبستي او قبل ما اقلل الاوبستي خلينا اغير اللون للعسلي بالشكل ده وخليني اعمل نيو لير ومرج الاثنين مع بعض عشان لما اغير في النورمال هنا يتغير معايا زي الفل. خليني اقلل الاوبست شويه واخد كوبي منها كنترول تي عشان اوزع اللايت دي شويه فتديني الشكل ده بس كنترول يو بعد كده واخليها رايحه للابيض سيكا يعني وهبدا اقلل الاوبست بالشكل ده وكمان اللير دي نبدا نقللها كده تمام. بعد كده هقرب بقى هعمل نيو لير هجيب البرش يكون نفس الدرجة بس رايحة للأبيض وهبدأ أدي كليكين هنا كده ونحاول نشوف ايه اللي ممكن يظبط يعني الهارد لايت كويسة مفيش أي مشكلة ممكن أعمل نيو لير تانية وأكبر السايز المرة دي شوية وهقلل الفلو وهدي كليك كده على اساس ان هي تبان انها منوره بالشكل ده ونقلل الاوست سيكل تمام. الليارين بتوع اللايت دي انا حاسس ان هما لو عملنا ميرج ورجعنا عملنا سكرين وقللنا الاوستي شويه وممكن كمان نعمل لهم بلور سيكا هيبقوا شكلهم افضل بالشكل ده تمام. طيب اللايت جايه من على اليمين زي ما قلنا هنيجي لللاير بتاعه السكوتر اهو وهعمل نيو لاير كنترول الت جي تمام هروح جايب اللون العسلي
وهمسك البرش وهدي هنا كده لايت في الحتة دي، وهروح عامل هنا اشوف ايه اللي ممكن يظبط. دي كويس. وفي القطة برضو اشوف دراعها فين، مش عارف دراعها ده محيرني معايا والله محيرني. هبدأ اشوف راح فين بقى، اهو نيو لير، وبرضو نفس الموضوع اهو نغير كده. دي كويسة جدا جدا جدا. وفي نفس القصة عن الهلمت اهو نيو لير كنترول الت جي. الخطوات واحدة على جميع العناصر اهو، بس عشان تبقى خبطة وعطية الشكل اللذيذ ده. طيب بعد كده هنيجي نكتب الجملة بتاعتنا. مش عارف احنا ماشي يعني، خليني هو ده الديزاين اهو كنت بنزله. تمام، هنكتب الاول delivery speed وخلينا اختار الفونت ده واسمه اهو. ابيض، خلينا ارفعه فوق خالص. سبيد ليس له مثيل مثلا. على فكرة يا جماعة انا ببقى مركز مثلا على الريتاتش، على الالوان، على الدمج. تمام، السلوجانات بقى والحاجات دي انا بفضل ايه يعني، انا بحطها سريعا كده يعني، مش شرط تربطوها بالديزاين قوي. تمام، عشان برضو ايه الناس تبقى فاهمة يعني. شايفين الديزاين عامل ازاي؟ والله يعني انا حاسس ان احنا ما خدناش وقت كبير الحمد لله. تمام، وفي نفس الوقت طالعين بنتيجة الحمد لله رب العالمين كويسة. همسك كل الليارات بالشكل ده، والت وسهم فوق وكنترول ايه، قلنا عشان ناخد صورة نشتغل بيها للكاميرا رو من غير ما اخسر اي ليارات. وهروح للكاميرا رو بقى. طبعا الناس ايه ممكن حد يستغرب ان الديزاين بيكون كويس وطلع بشكل سريع. طبعا انا بقعد اشتغل عليه لوحدي عشان اقدر اعصر لكم الدنيا دي كلها واطلع لكم منها الخطوات بابسط طريقه ممكنه. فاهمين؟ عشان برضو الناس تبقى فاهمه. طبعا الالوان والكلام ده كله حاجات مش ثابته زي ما قلنا كتير قبل كده. تمام، دي حاجات كلها على حسب عينيك انت. اهم حاجة الدنيا ما تبقاش اوفر منك يعني، حاول تخليها على الهادي. برضو انا متهيألي قلت الجملة دي كتير قوي. خلينا ندوس اوكي ونشوف كده مع بعض. لو زيادة اهو تبدأ تقلل اوستي من هنا كده، شايف؟ وبس كده خلصنا الدرس. اتمنى يكون عجبكم، واتمنى تكون الخطوات سهلة. قول رأيك في الكومنتات، لو انت شايف ان في اي صعوبة عرفني برضه عشان اخد بالي في الفيديوهات الجاية. اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.